بدأت المعركة ولن تتوقف، هكذا تقول المؤشرات القادمة من شبوة. فخطة تحرير المحافظة فعليا يجري الآن تنفيذها على الأرض، وانتقلت القوات في بيحان وعسيلان من حالة التدريب المستمر إلى الهجوم. لطالما كانت هذه الاستعدادات جارية خلال الفترات الماضية، بطبيعتها لن تفضي إلا إلى الدخول مباشرة في معركة التحرير، وهو ما تنتظره المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا منذ شهور. الساعات القليلة الماضية شهدت تقدماً لوحدات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية إلى مواقع الحما والسليم وبعض المناطق الشرقية من المدينة، فخاضت مواجهات مع الميليشيا بغطاء جوي من طيران التحالف سقط فيها عدد من القتلى والجرحى من الطرفين. إلى جانب المقاومة والجيش في شبوة يشارك في المعركة اللواء 19 مشاة واللواء 21 ميكا من الجهة الشرقية، فيما يشارك اللواء 26 مشاة من الجهة الغربية من مديرية حريب بمحافظة مأرب.